أشاد الأب أنطونيوس حبيب نائب خوري رعية اللاتين في بيت لحم بأعمال القديسين والقديسات، وذلك خلال قداس إلهي أقيم في كنيسة سانتا كاترينا بمدينة المهد بمناسبة ذكرى تقديس القديستين ماري ألفونسين ومريم بواردي. المزيد في رسالة مندوبتنا في الأراضي المقدسة مارلين الحدوي. بمناسبة ذكرى تقديس القديستين مريم باوردي وماري ألفونسين، أقامت راهبات الكرمل وراهبات الوردية قداساً احتفالياً في كنيسة سانتا كاترينا في بيت لحم احتفاءاً بهذه المناسبة السنوية، حيث كان القداس احتفالياً ومميزاً خصوصاً بوجود الذخائر في وسط الكنيسة لنيل البركة من القديسة وتوزيع الوشاح على المؤمنين الذي يحمل صور القديسات. ترأس الأب رامي عسكرية والأب أنطونيوس حبيب القداس الذي تخلله التراتيل المخصصة للشهر المريمي وأخرى للقديسات وتأملات وقراءات وطلبات. وأشاد الأب أنطونيوس من خلال وعظته بأعمال القديسين والقديسات داعياً لأن نحذو حذوهم في الإيمان والمحبة والعطاء اللامتناهي. زي ما احنا كلنا بنفتخر وعارفين طبعا ان هم قديسات عربيات من بلدنا، وطبعا ده فخر للأراضي المقدسة وفخر كمان لكل الشرق الأوسط، وكتير سعداء ان احنا كمان بشاركنا دايما النور ساد في انها بتبث وبتوصل احتفالاتنا وبتوصل فرحة الأراضي المقدسة لكل العالم. فلما احنا في ذكرى اعلان قداسة القديسة ماري ألفونسين ومريم ليسوع المصلوب بنذكر انفسنا ان احنا كلنا مدعوين نشارك هذا المجد في السماء مع كل القديسين على عن طريق ان احنا نعيش ونقتدي بيسوع المسيح، نمارس اسرارنا المقدسة وكمان نخدم بعض بمحبة، وده اكيد على ضوء كلمة الله اللي هو الانجيل. فبنقول لكل الكنيسة كل عام واحنا بخير برفقة هؤلاء القديستان ماري أنفسين ومريم ليسوع المصلوب، والرب يبارك الجميع وكل عام وانتم بخير. وفي نهاية القداس تم تبخير الذخائر والصلاة وطلب السلام وطلب شفاعة القديسة مريم باوردي وماري ألفونسين وتوزيع المسابح على المشاركين وأخذ الصور التذكارية مع الذخائر. اليوم احنا عم نحتفل مع قديستين من بلادنا، قديسة الكرمل مريم يسوع المصلوب وقديسة الوردية الأم ماري ألفونسين. اليوم مر 7 سنين على تقديسهم، وأحيينا الذكرى هاي برعية بيت لحم مع الرعية ومع الكهنة. بلادنا دائما فيها قديسين، ودائما إن شاء الله بضل تعطي قديسين، وإن شاء الله يا رب الدعوات بشفاعاتهم بشفاعة العذراء تعطينا دعوات أكثر للرهبانتين ولكل الرهبانيات. نحن بنشكر أول إشي الآب السماوي على النعمة الكبيرة العظيمة اللي أعطانا إياها بنتين من بلادنا المقدسة ماري ألفونسين ومريم يسوع المصلوب، بنات البشارة والمهد والفداء والقيامة. هذه أكبر نعمة نحن حصلنا عليها، نطلب من ربنا يعطي النعمة الكبيرة للعالم كله بأفراح وأحزان وأوجاع وآلامه، تتشفع القديستين للعالم المتخبط في الآلام والعذاب. هاي بلاد السلام، نطلب منه يعطونا نعمة السلام لقلوبنا عائلاتنا مجتمعنا والعالم كله.
خيرتك بين الموت والحياة فاختر. فنحن كقداس قديستان اليوم عظيمتين من أرض فلسطين، من الأرض اللي شفنا فيها قبل أيام النزاع والخلاف والحقد، ينبع منها أيضا الفرح والمحبة وثمار الروح، وشعت هذه القداسة من أرض فلسطين إلى الدول العربية وإلى جميع أقاصي الأرض. فنحن القداسة كلمتين، كل إنسان مسيحي ومدعو أن يكون قديس، أن يعيش متطلبات عيش مشيئة الله. هذه هي القداسة وهذه الفرحة، وكل عام وأنتم بخير. لنورسات مارلين الحدوة من كنيسة سانتا كاترينا بيت لحم.